لكن في المقابل هناك من بدأ يروج للحكومة المحتملة بزعامة أو برئاسة بنت على أنها حكومة سلام وحكومة مفاوضات وحكومة تهدئة خاصة مع وجود من منصور عباس والقائمة العربية الموحدة لا اعرف من, من يروج لذلك وعلى اي اساس يروج سواء لطرف ان تكون حكومة سلام او لطرف ان تكون حكومة حرب. قلنا بان هذه الحكومة اللاصق الوحيد الذي يجمع عناصرها هو التخلص من نتنياهو. لا يوجد لها برنامج امني ولا يوجد لها برنامج سياسي. وفي ظل رئاسه رئيس وزراء مثل نفتالي بنت لا يمكن ان تفكر بهذا الاتجاه نهائيا اتجاه التسويه او عمليه السلام. حتى الولايات المتحده تحاول ان تعمل الان مع المؤسسه الصهيونيه وليس مع شخصيات لانها تدرك انه لا يوجد شخصيه قادر على قياده الكيان الصهيوني في المرحله القادمه. لذلك لم يستدعوا نتنياهو ولم يستدعوا نفتالي بنت ولا يئير لابيد، هم استدعوا غانتس وزير الدفاع في الحكومة الحالية حكومة نتنياهو وهو وزير الدفاع في الحكومة القادمة لذلك هم يتعاملون مع المؤسسة الصهيونية وليس مع أشخاص لذلك لا يتوقع أو لا أحد يتوقع أن يكون هناك تغيير جوهري في السياسات لدى الكيان ومن هنا حتى مع وجود منصور عباس حتى مع وجود منصور عباس موجود منصور عباس بشهادة الصهاينة أنفسهم أن برنامجه خدماتي داخلي لا علاقة له بالسياسة الخارجية ولا بالأمن هذه مسائل ليست من اختصاصه ولا يوجد في برنامجه في اتفاقه مع الحكومه او مع كخبير في الشان و... الاسرائيلي هل تتفهم ولو بنسبه ضئيله الدور الذي لعبه منصور عباس مع من يمثل طبعا لانه يمثل شريحه انا مجرد مجرد الدخول في الكنيسه الصهيوني لا اتفهمه وما ينبثق عنه بالتاكيد لا اتفهمه نهائيا لكن في النهايه شو هذا, هذا الدور؟ كيف تصف هذا الدور؟ هذا شانهم شانهم في الداخل هم لا ليسوا اقل فلسطينيه منا وليس اقل وطنيه منا ولا اقل تدينا، هؤلاء جزء من الاخوان المسلمين. عندما فاز في الانتخابات في انتخابات الكنيسة منصور عباس وحزبه هتفوا هو الحق يحشد اجناده، غنوا احتفالا بنصرهم في انتخابات الكنيسة لذلك بس انت تعلم انه حتى هذه المساله الان يروج لها للاساءه للاخوان، يعني اه حتى ماكينات اعلاميه شغاله انه ها شوفوا ابن الاخوان صار اه ضمن حكومه الاحتلال. هل هذا صحيح ام انه ابن الاخوان موجود اليوم في السجن الانفرادي، الشيخ رائد صلاح، ابن الاخوان موجود في السجن لدى الاحتلال، نعم الشيخ كمال الخطيب، نعم مين ابن الاخوان اليوم؟ هو هو يفخر الاخوان المسلمون بوجود الشيخ رائد صلاح في السجن وخارج السجن وهو شيخ الأقصى وهو رمز من رموز الأمة الإسلامية من طنجة إلى جاكرتا بينما لن يفخر لن يفخر مسلم غير الحركة الإسلامية في الداخل بمنصور عباس الجناح الشمالي بالجناح ش... بالجناح الجنوبي الجنوبي آه لن يفخر احد مش دير بالك يمكن مش كل الجناح الجنوبي كمان نسي عبد الله نمر درويش كان مؤسس الحركه الاسلاميه في الداخل ولكنه لانه في التسعينات هو من قرر الدخول في الكنيست وتاييد مسيره التسويه وتاييد اوسلو نسي نسي من عالم الحركات الاسلاميه ومن عالم الاخوان المسلمين وهو اخوان مسلمون وهو قائد في الاخوان المسلمين لذلك من يقاتل الاحتلال يصبح رمزا لدى الامه ومن يهادن الاحتلال يصبح على مزبله التاريخ، يعني ينساه الناس، لذلك المفاضله الان اذا تحدثت في الاوساط الاسلاميه عموما على مستوى العالم الاسلامي الشيخ رائد صلاح زعيم عالمي ومنصور عباس مجرد عضو كنيست ليس اكثر، وبالتالي الفرق واضح وشهاده الامم الأمة الإسلامية من شرقها إلى غربها. بس لمن يطعن بالإخوان من باب دور منصور عباس في تأليف الحكومة الإسرائيلية المحتملة؟ كما قلت لك، منصور عباس ليس مسألة يفتخر بها الإخوان، لذلك سيستغلها كل معادل للإخوان وكل حاقد على الإخوان ليطعن من خلالها الإخوان. لكن أيضاً كما تحدثنا عن المقاومة وعلاقتها مع إيران، ليس كل من يطعن الإخوان لأن منصور عباس. تصرف هكذا. لا كثير من من يطعنون الإخوان بسبب منصور عباس هم أساساً يؤيدون أعضاء كنيسة موجودين في الكنيسة يؤيدون غانتس وكانوا يودون بأن يكون أعضاءهم أو أعضاء الكنيسة الممثلين لهم هم في الحكومة وليسوا منصور عباس. هل تتفق مع هل تتفق مع من يصف الدور الذي قال قام به منصور عباس بأنه يرخى إلى دور خياني؟ لا لا أظن خياني ومسألة التخوين والتكفير مسألة حساسة جدا وينبغي أن لا يكون من السهل جدا تناولها لا في برنامج إعلامي ولا حتى في محاكم هذه مسألة خطيرة جدا وأنا أربع بنفسي من أن أستخدم مثل هذه المصطلحات لم يرتكب خيانة إذا تحدثنا عن خيانة بالمفهوم السياسي فممكن تخوين كل الفلسطينيين الذين دخلوا الكنيسة لكن هذا ظلم فيه للناس هناك لمن يعيشون واقع الاحتلال يدافعون عن هويتهم وعن بقائهم ما ارد قوله بان من اشد الناس انتقادا لمنصور عباس هم اساسا موجودين في الكنيست وهم اساسا اختلفوا معه في جزئيه التحالف مع هذه الحكومه وليس مع وجوده مع مساله وجوده في في الكنيست وهم يحملون نفس المطالب التي قدمها للحكومه هذا من باب الانصاف أما وجوده في الكنيسة هو يسيء له ويسيء للتيار الإسلامي الذي يمثله وللحركة الإسلامية التي يمثلها ولا يوجد إخوان مسلمين خارج الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة 48 يمكن له أن يفخر بما فعله منصور عباس وهذه كافية أريد أن أختم أي. معك الحالة الفلسطينية الواحدة الموحدة البهية التي شهدناها خلال سيف القدس من القدس إلى غزة والضفة والداخل الفلسطيني عام 48 ستستمر بتقديرك حتى أختم معك باذن الله هذا امل وهناك مؤشرات بان الحاله الفلسطينيه ذاهبه باتجاه افضل مقارنه مع كان ما كان قبل هذه الازمه، توحد الفلسطينيون حول القدس وسيبقوا باذن الله موحدين حول القدس واختلف الصهاينه على القدس وسيبقوا مختلفين باذن الله. الايام القادمه حكومه جديده برئاسه بنت ام مفاجات في الداخل الاسرائيلي؟ بغض النظر حصلت حكومة جديدة أم لا، الأزمة مستمرة في الكيان الصهيوني والطحن الداخلي مستمر وسيتطور وسيتحول إلى مرحلة أخطر.